ضد التشاؤم التفاؤل، التفاؤل. في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: ما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. ولذلك لو أن الإنسان مثلاً أراد أن يذهب لحاجة فسمع شخصاً يقول: يا راشد، يا ناجح، يا رابح، هذه الكلمة تعطي العبد تفاؤلاً من أن حاجته ستقضى. لا بهذا التفاؤل، لا، وإنما بأمر الله عز وجل، فيدخل السرور على قلبه. وهذا لا يحصر بالكلام فقط من حيث التفاؤل، لا، حتى من حيث الفعل، حتى من حيث الفعل. بمعنى لو أن الإنسان مثلا وهو سائر في الطريق رأى مثلا كمثال لوحة سيارة مثلا راء باء حاء ربح، يتفاءل بها دون أن يعتمد عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية لما جرى ما جرى من مناقشات وحوارات بينه وبين قريش، وأتى من أتى من رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتم صلح، ولم يتم صلح، أتى سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اسمه سهيل، تفاءل به، قال: قد سهل عليكم أمركم. وبالفعل تم الصلح. ولذا ثبت عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب إذا أراد أن يقضي حاجة أن يسمع: يا راشد، يعني من الرشد، ويا نجيح، يعني يا ناجح. فإذن اترك عنك التشاؤم واحرص على التفاؤل وتوكل على الله العزيز الحكيم.